لحد الآن أي ردود أفعال من الجهات المسؤولة في محافظة واسط، لم نجد أي صدى لهذه الحادثة مع الأسد، لم يتحرك أي مسؤول، لم يصرح، لم يكن هناك بيان صحفي من المحافظة أو أعضاء المحافظة أو أعضاء مجلس المحافظة أو وزارة الخدمات المحافظة أو غيرها من المسؤولين، لم يكن هناك بيان صحفي أو تبيان لأسباب إزالة التجاوزات هذه وكيفية إزالة التجاوزات. كان من المفروض أن يكون هناك مؤتمر صحفي لأعضاء مجلس المحافظة يبينون أسباب إزالة هذه التجاوزات في هذا السوق وكذلك إيجاد الحلول المناسبة والبدائل المناسبة. أعتقد هو هذا أسباب الصمت هو الشعور بالذنب لأنه عدم وجود بدائل مناسبة. أنا أعتقد أن السادة المسؤولين في مجلس محافظة واسط والمسؤولين في محافظة واسط يشعرون بالذنب عندما طبقوا خطة إزالة التجاوزات بدون إيجاد بدائل مناسبة. هذا الصمت كيف يفسر؟ كيف يفسر هذا الصمت المستمر جراء إزهاق روح إنسان قام بإحراق نفسه؟ هل جاء من فراغ؟ أنا أسأل، هل هناك من يضحي بنفسه ويسكب مادة البنزين على نفسه ويضرب النار بنفسه ويتوفى ويترك عائلته من فراغ نتيجة الظروف القاسية المعيشية ونتيجة الضغط المستمر ونتيجة مصادرة راحته؟